بعد نهايه المباراه وفوز الاهلي رجل المباراه حسين الشحات. حسين اولا برحب بيك، مبروك الفوز، مبروك رجل المباراه. باينه هدفين ولا اروع النهارده واداء ممتاز جدا لحسين الشحات بعد التجديد، وده اول لقاء ليك بعد التجديد، ببارك لك طبعا. لكن رايك الاول في المباراه ومجريات المباراه والتتويج بال ده العالمي ده ده البرنس ده والله مبروك. لسه كنت ببدا معاه اللقاء، لكن انا هاخد حاجه صغيره كده. انا عارف ان انت اهم الناس الداعمين لحسين، ودايما في الفترات اللي كان فيها الامور مش احسن حاجه كنت واحد من المهمين في حياه حسين عشان يوصل للمستوى ده، وعارف انت من اقرب الناس ليه. لا مش حسين بس، كل لعيبه يعني طبعا اكيد، لكن هو حسين بالذات ليه كده. حسين طبعا من اللعيبه المميزه جدا، وراجل عامل حاجات كتيره جدا في النادي، وضحى كتير عشان خاطر النادي، واعتقد النادي يرد له الحاجات ديت، وجمهور النادي الاهلي يرد له اكتر، مستنيين منه كتير جدا، عنده امكانيات جباره يعني، وكل يوم بيثبت اللي هو صفقه كبيره النادي الاهلي، وان هو محبين النادي الاهلي قبل ما يكون لعيب مهم فيهم. اتمنى له كل التوفيق، ومستنيين منه كتير ان شاء الله اللي جاي ان شاء الله. كلمات رائعه كده حسين. اكيد والله، اكيد والله. بسم الله الرحمن الرحيم، والله الحمد لله طبعا على المكسب وعلى الجولين، دي اهم حاجه، وشكرا على كلام كابتن سامي. والله يعني كابتن سامي انا قلتها وهقولها كتير، كابتن سامي دعم للعيبه كلها مش حسين بس، دايما معانا، دايما اللعيب اللي الدنيا بتبقى مش معاه موفقه اكتر واحد بيقف معاهم، هو بيساعدهم. لا انت الحاجه دي كملها هتبقى كويس، ما تركزش في اللي انت تجيب جون، لا ما تركزش اللي انت تعمل كذا، اقسم بالله دايما مع اللعيبه كلها، فدي حاجه كويسه جدا. فبقول له شكرا كابتن سامي اللي انت دايما معانا، ربنا يكرمك دايما ان شاء الله، وانت اكيد ربنا يكرمك عشان انت كويس ونضيف من جواك. والله يفرق مع اللاعب انه حتى المدرب اخ كمان ليه يعني. طبعا طبعا، هو اخونا والله، هو اخونا بالظبط، كلنا والله بيتعامل معانا كويس كلنا، وبيتكلم معانا كويس كلنا، وطبعا مستر الكورر والجهاز الفني كله، الدكتور خالد وكابتن سيد كلهم طبعا كويسين جدا، كلهم معانا بيتكلموا معانا كويس، كلهم داعم، وحتى الراجل بيتكلم مع كل لعيب لوحده، فدي حاجه كويسه جدا يعني. سر التألق الكبير ده حسين؟ والله يمكن امي ومراتي كانوا هنا، هم وعيالي. اول مره حاجه تقدر انت تحضر ماتش، او عدد قليل يعني تحضر؟ بقى لها فتره كنت بتحضر، فاول مباراه تحضر ليها، فالحمد لله كان وشها حلو هي وزوجتي واولادي، فالحمد لله طبعا يعني دي حاجه كويسه جدا، فربنا يكرمهم ان شاء الله، ودايما معانا كده، ودايما نبسطهم كده هم والجمهور دايما ان شاء الله. القرار حتى في الجون الثاني يشط على طول الكره من زاويه ممتازه حقيقي. والله طبعا يعني الحمد لله، يمكن الجول الاولاني كمان يعني كنت لوحدي، والجول الثاني كهربا اتحرك كويس جدا يعني، يمكن كهربا التحرك بتاعه هو اللي خلاني اطمع واشوط، فدي حاجه كويسه جدا. فكان نفسي كهربا يسجل النهارده بس ما كانش موفق، وشريف ربنا كرمه، فربنا يكرمنا ان شاء الله، واللي جاي يركزه وكله يجيب ثاني ان شاء الله. دوري ما اعرفش البطوله كام ليك دي، 12 او 13 ما شاء الله عليك، لكن شايف ازاي ده؟ وانت اخترت كمان من خلال التوقيع والتجديد للنادي الاهلي، اخترت التاريخ واخترت الجماهير، وشفنا من خلال رسالتك اللي وجهتها لكل الناس ان حسين الشحات اصله هو كله الاهلي. والله طبعا، والله يمكن يعني الحمد لله طبعا، والله يمكن التجديد ما خدش يومين ثلاثه على بعض في المفاوضات، بس هي طبعا انت عارف بقى الكلام كتير، بس الكلام كتير وكل واحد بيقول حاجه طبعا مختلفه، فبس الحمد لله يعني التجديد يعني ما خدش يومين زي ما بقول لك، اتكلمنا 1 2 3 خلاص يا جماعه هتيجي، خلاص الموضوع خلص، بس هي بس هي النقطه اللي كان عن احنا بس عندنا ضغط ماتشات، وكان عندنا افريقيا، وكان عندنا حاجه، هي دي اللي كان مأخر الدنيا بس، لكن احنا لما اتكلمنا بعد افريقيا بس، مفيش حاجه ثانيه حصلت، مفيش حاجه اخرت الموضوع غير كده بس. طموح حسين بقى مع نادي الاهلي الفتره اللي جايه، وهو بيجدد عقده بيجدد طموحه اكيد. طبعا طبعا طبعا، والله يعني الطموح ان انا اكمل زي ما انا، وان انا احقق بطولات، وان انا احقق مزيد من البطولات، وان احنا نحقق افريقيا تاني، ونحقق بطوله الدوري وبطوله الكاس وبطوله السوبر، فدي حاجه كويسه جدا، وطول ما انت بتعمل تاريخ فدي حاجه كويسه جدا، فربنا يكرمنا ونقدر نكمل على كده ان شاء الله. المباراه النهارده بتعني لك ايه مع التالق امام نادي الزمالك كمان؟ والله الحمد لله طبعا، انك تاخد رجل مباراه في مباراه القمه، فدي حاجه كبيره جدا، حاجه كبيره جدا جدا بجد والله، مش عشان حاجه سواء حسين او اي لعيب ياخدها، فدي حاجه كبيره جدا، يمكن ربنا بيكافئك، فالحمد لله يعني دي حاجه كبيره جدا ان انا حققت رجل مباراه، فربنا يكرمني في اللي جاي ان شاء الله، اقدر احقق مزيد من البطولات، فان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله في اللي جاي. ان حتى تيشرتاتك بتروح امريكا يعني في كل مكان في العالم، جماهير حسين الشحات وجماهير الاهلي لما بتطلب ما بيتاخرش. والله الحمد لله، والله يمكن التيشيرتات، والله اي حد بيطلب مني تيشيرتات فالحمد لله، يمكن بفرقها على طول، والله يمكن عماله تخصم مني فلوس بس بسبب التيشيرتات، اي حته اي حد عايز بياخد تيشيرتات. حاضر حاضر يا استاذ، حاضر. عايزين تيشيرت منك هديه بقى الجماهير اون تايم سبورتس في هذا التتويج، وببارك لك، ومبروك مان اوف ذا ماتش، ومبروك لك يا محمد، ده اخ داعم لاخوك، وان شاء الله بالتوفيق لك ان شاء الله باذن الرحمن الرحيم. ومبروك لينا كلنا، ومبروك لجمهور النادي الاهلي، وان شاء الله ربنا يكرمنا في اللي جاي باذن الله.